بسم الله الرحمن الرحيم. وكعالم نعيش معا على كوكبنا الأرضي هذا، قد أهملنا كثيرا مسألة المحافظة على البيئة وموارد الطبيعة بغايات التنسيق الجماعي، بل ذهبنا باتجاه المعاكس في تسابق عجيب بحثا عن الرفاهية والتقدم الصناعي دون مراعاة للتوازن المفترض بين التنمية والبيئة، ودون احتساب للآثار الوخيمة لهذا التقدم الصناعي. وإذا ما استمر الحال على هذا النحو، فإن البشرية قد تشهد نوعا من الانتحار الجماعي لا سمح الله، راجين أن يسمح الانفراج العالمي وتوجهه الإيجابي إلى تسوية بوار الخطر، لنلتفت معا ونتضافر جميعا بغض النظر عن الأيديولوجيات لمعالجة كافة قضايا التنمية والبيئة بروح من الوفاق والمحبة والسلام، من أجل حياة صحية نقية لنا ولأجيالنا القادمة. والسلام عليكم.